السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان كديرين بخير، والله إني أحبكم في الله. الموضوع ديال اليوم ما هو إن شاء الله هنهضروا على الطماطم. بعد ما غسلناها بزيان، كيفاش غنقردوا الطماطم هذه باش نقدموها للطيور إن شاء الله بحال الطريقة. الإخوان نمشيو للطماطم الأخرى بحال هذه الطريقة، وهي مفيدة للطائر. نمشيو نشوفوا الفيتامينات اللي فيها، نمشيو نقدموها للطيور ونشوفوا الفيتامينات اللي فيها. السلام عليكم. بالنسبة للفيتامينات اللي فيها ماء، طاقة، بروتين، في طبيعة الحال فيها الألياف، فيها الكالسيوم، فيها الحديد، فيها الميغنيزيوم، فيها الفوسفور، وفيها حتى البوتاسيوم، وفيها الصوديوم، وفيها الزنك. مشيو الفيتامينات، فيها فيتامين سي، فيتامين بي ان، فيتامين بي دو، فيتامين بي 3، فيتامين بي 6، وبطبيعة الحال فيها فيتامين بي 12، وفيتامين ا، وفيتامين ك، وفيتامين او. بطبيعة الحال تقي الطماطم من إصابة بمرض الهشاشة، من هشاشة العظام عند الطائر، لأنها تحتوي على الكالسيوم، تساهم في تقليل من نسبة إصابة الإمساك عند الطائر، وتقوي العين عند الطائر. الطائر تولي ما شاء الله يشوف بزيان، تقوي العين عند الطائر، تقوي الريش، وتتعطي للطائر واحد لمعان هائل، وتقوي تنشيط الحركة، حركة الكلي، تعمل كمطهر للبطن والأمعاء، وتنقدموها بحال الطريقة. الإخوان الله يرحم الوالدين، وتنقدموها مرة في الأسبوع، مرة في الأسبوع، تجنب الإسهال، حيث أي حاجة تنكثروا منها تدي إلى الإسهال. أخوكم عبد اللطيف، يحبكم في الله، والله يحفظكم من أتل زاد. فرجة ممتعة، والسلام عليكم.